امرأة مرضت في شهر رمضان وافطرت اياما منه، والان شفيت من المرض لكن تستطيع الصيام الايام التي فطرتها، لكنها لا تستطيع ولكن تستطيع ما ادري يعني. على كل حال، من افطرت في رمضان او افطر غيرها من الرجال ثم عافه الله وعافاها الله عليهم القضاء. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فعلى المريضة والمريض إذا شفيا أن يقضي ما أفطره من رمضان، ولا يلزمهما أن يكون متتابعا ولو مفرقا، يصوم ويفطر حتى يكمل، لا بأس بأن يقضي مفرقا. فإن كان لا يستطيع لأن المرض باقي يبقى عليه الدين في ذمته حتى يستطيع حتى يشفى ولو بعد أعوام، ما دام المرض يرجى زواله ليس ما يسم منه، فالصوم يبقى في الذمة حتى يشفى ثم يقضي بعد ذلك ولو بعد رمضانات ما دام المرض معه، حتى إذا عرف الأطباء أن هذا المرض لا يزول وأنه مستمر وأن مثله يستمر، فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، يطعم عن كل مسكين اليوم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا، ولا كان بعد ذلك. هذا إذا قرر الأطباء أن هذا المرض مثله لا يرجى برؤه ومثله يستمر. أما ما دام المرض يرجى برؤه ويرجى زواله فإن الصوم يبقى في الذمة. فإذا شفي الإنسان من رجل أو امرأة إذا شفي قضاء غير متتابع، لا يلزم التتابع، إن تتابع فهو أفضل، وإلا فليس يلزم التتابع. إذا قضى مفرقا يصوم ويفطر حتى ينهي ما عليه فلا بأس بذلك. نعم. طبيب المرأة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. وإن فيها طبيبة تكشف فهي أولى وأحسن، إذا كان طبيبة تعرف أمراض النساء، ولا جاز للطبيب أن يعرف أمراض النساء أن يكشف على النساء الحاجة. حلف بالطلاق ألا يذهب إلى محل كذا وكذا. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه عند ذلك الصوم. كثير من المرضى إذا جاءه المرض يتساهل في الصلاة، وربما قال أؤخرها حتى أشفى وحتى أصلي على بصيرة، وهذا غلط. الصوم يؤخر لأن المريض لا يستطيع، لكن الصلاة لا تؤخر. يجب أن يصلي المريض على حسب حاله، ولو أنه على جنبه، ولو أنه مسترضي يصلي على حسب حاله بالإيمان بالنية، ولا يجوز التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وهو مريض: صل قائما، فإن لم يستطع قاعدا، فإن استطع على جنب، خرجه البخاري الصحيح، زاد النسائي في سنن، فإن لم يستطع مستلقيا. فالمريض هكذا، إن قدر قيام صلى قائما، وإن عجل صلى قاعدا، صلي وهو قاعد يركع في الهواء ثم يسجد في الأرض إن استطاع حتى يكمل صلاته. فإن عجل صلى على جنبه، والأفضل على الأيمن يصلي على جنبه. فإن عجل صلى مستقيا يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله عنده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد بالنية سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول ربي اغفر لي بالنية، ثم يسجد يقول ربنا سبحان ربي الأعلى بالنية، وهكذا حتى يكمل صلاته وهو على جنبه المستقيم. وليس له التأخير أبدا ولا يجوز له التأخير، فليصلي على حسب حاله الفريضة والنوافل ويتعبد هو على حاله. وإذا كان هناك مشقة في الوضوء تيمم بالتراب، إذا ما تيسر الوضوء أو عجل الوضوء يتيمم بالتراب في إناء أو في خلقة يكون عنده فيتيمم منه وقت الحاجة، وكذلك قضاء الحاجة إذا قضى حاجته يمسح بالخرق والمناديل ولا حاجة إلى الماء، بل يمسح جبره وقبله بالمناديل حتى يزال الأذى 3 مرات أو أكثر حتى يزال الأذى عنه ويكفي ذلك. وهكذا فراشه إن تيسر إبداله، إن تيسر فراش طاهر يصلي عليه وجب، فإن تيسر فراش طاهر صلى على حسب حاله على فراش نفسه ولو كان فيه النجاسة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. ينبغي التنبيه على هذا، كل من كان يزور مريض أو عنده مريض أو يعود مريض ينبه على هذه الأشياء، لا يخلي الصلاة، لا يؤجلها، ولا بأس يصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميع لأجل دخل المشقة عليه. نعم.